السعودية ومصر، الزيارة دي تعتبر يعني زيارة تاريخية في وقت مهم جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. واحنا قلنا في عجالة عن بالنسبة للموضوع يعني الشق السياسي، طبعا هي دي يعتبر زيارة مهمة بعد 11 سنة من القطيعة. بالضبط، وكان فيها الكثير من الجدل والمناوشات. لكن بعد وجود سفير لينا بأنقرة وسفير محترم جميل ليهم في مصر صالح بيه، العلاقات وصلت إلى أعلى درجة من الجدية، وزي ما بنقول كده المصالح بتتصالح. تركيا من ضمن الدول اللي ليها معزة كبيرة جدا وليها تاريخ لدى الشعب المصري بالأخص على الصعيد التاريخي والتآلف الشعوب معا. لكن في نفس الوقت احنا نتكلم على الموضوع الاقتصادي، دايما احنا في الاتحاد العام بنقول مثل كده ايه، لو احنا حطينا اوروبا والعرب في الخلاط هتطلع تركيا. بمعنى ايه؟ ان المنتجات التركيه ليها زبون كبير في القطاع التجاري. حضرتك انزلي الاسواق هتلاقي ادوات منزليه، ادوات مكتبيه، ملابس، موبيليا، كهرباء، عدد والات. يعني تركيا واخده ماركت شير، انا بقول لحضرتك لا يقل عن 25-30%. يعني تقريبا ربع السوق عندنا في مصر هو من يعني الصناعه التركيه او من يعني التجاره التركيه. تمام. في نفس الوقت سهوله وسرعه نقل البضائع من مواني تركيا سواء اسطنبول، اضنا، المواني الرئيسيه الخاصه بالشحن من اسطنبول بتاخد بالظبط يا فندم 3 أيام 4 أيام كتير، وتوصل المواني المصريه سواء الدخيله، اسكندريه، بورسعيد، دمياط. طيب برايك باشمهندس متى، دلوقتي الرئيس بيشير ان احنا 15 مليار ده المستهدف من التبادل التجاري، ده معناه يعني نترجمه ازاي على شكل بضائع او شكل سلع؟ هل ده معناه ان مصر تصبح سوق اوسع لاستيعاب انواع جديده من المنتجات التركيه، ام ان ده ليه علاقه بان مصر نفسها تكون مصدر كمان لتركيا بشكل اكبر؟ اولا احنا حجم التجاره لغايه السنه اللي فاتت حوالي كان 10 ونزل لحوالي 8.5 مليار دولار. لكن انا شايف ان بمنتهى السهوله ممكن الميزان التجاري يقلب لغايه 15 مليار دولار بيننا وبينهم. اهم البنود اللي احنا بنستوردها منهم العدد والالات والادوات الصحيه والادوات المكتبيه والمنسوجات، هم بياخدوا مننا الميزان التجاري قالب ليهم. بمعنى ان احنا بنستورد منهم اكتر ما هم بيستوردوا مننا. هما بيستوردوا مننا اكل وشرب، خاصة الفواكه والخضروات وبعض المنتجات المنسوجات. انا شايف ان اول العلاقات والاستثمارات اللي هتتفتح في الايام الجاية بعد الزيارة هتبقى استثمارات تركية. هي بس القصة، وانا يعني عندي علاقات بيهم طيبه جدا جدا جدا، وعارف ان كلهم عندهم، هم برضه عندهم تضخم واحنا برضه عندنا تضخم والعالم كله فيه مشكله، لكن هم واخدين الاستثمار في مصر كوجهه محفزه جدا ليهم، عشان خاطر كلهم عايزين يروحوا يصدروا لمصر ويصدروا لافريقيا عن طريق القاهره. طب هل تعتقد سريعا باشمهندس متى ان ممكن علشان نزود اكتر من العلاقات الاقتصاديه ما بين الدولتين وفكره التبادل التجاري ان يكون في حديث حول طبيعه العمله المستخدمه في هذا التبادل؟ خاصه حضرتك اشرت ان تركيا بتعاني من تضخم داخلي والليره ايضا يعني بتخسر او عندها برضو ازمه كبيره جدا، واحنا نفس الكلام في مصر عندنا مشكله في وفرة النقد الأجنبي. فهل تعتقد من خلال خبرة حضرتك ويعني اطلاعك على الملف ممكن يحصل تغيير في فكرة العملة المستخدمة ما بين الدولتين؟ بصي يا أستاذة يوستينا، هو بالنسبة لموضوع العملة ده احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده إعلاميا، لكن هو عشان الميزان التجاري لسه مش إيكوال،
فبالتالي احنا مش هينفع نتعامل بالعمله، يعني انا ما ينفعش انا كمستورد مصري استورد من تركيا بالليره ولا المستورد التركي يستورد من مصر بالجنيه غير لما يبقى الميزان التجاري ايكوال. يعني ايه ايكوال؟ يعني انا باخد منهم 15 مليار حاجات بضائع، هم ياخدوا مني 15 مليار بضائع، تساوي ما فوق ايكواليتي نتعامل بعمله البلد. فده لسه انا شايف ان ده لسه قدامنا فيه شويه لغايه لما اقول لحضرتك ان ممكن يتم التعامل بدوله البلد على حين.